أهلا بكم إلى فقرة أنا أرى. نأخذكم في هذه النشرة في جولة لعرض أبرز المشاركات التي وصلتنا في الشأن اليمني والسوري وأيضا الليبي. البداية مع هذا الفيديو الذي أرسله لنا حسين سليم، ويظهر في الفيديو دخول مجموعة من العناصر المسلحة إلى الساحة الخارجية ومكاتب المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء. وبحسب المرسل، قامت هذه العناصر بالاعتداء واعتقال مجموعة من موظفي المؤسسة مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية. نتابع. ومن اليمن إلى سوريا مع هذه الصورة التي وصلتنا من أحمد عبدين، ويصور فيها الخبز الملطخ بالدم بعد استهداف عدد من الغارات الجوية فرن حي المعادي بحلب وسقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين. وإلى ليبيا مع هذه الصورة من مصعب ونيس، والتي يظهر فيها شحنة المواد المخدرة التي ضبطتها جهاز مكافحة المخدرات بمدينة أجدابيا الليبية، واحتجاز عدد منها لتقديمها للجهات المختصة بحسب قول المرسل. ونختم فقرتنا من ليبيا أيضا بهذه الصورة التي أرسلها مصعب ونيس، ونرى فيها أعمال الصيانة لخزان بأحد الحقول الليبية، حيث بدأت عملية ضخ النفط من جديد هناك. والاطلاع على مزيد من المشاركات التي يرسلها لنا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.